During this last year of 2020, we've seen the خلال السنة اللي فاتت احنا شفنا حكمة الإنسان بتتحطم واحنا فقدنا ثقتنا في مؤسسات الطب ومؤسسات الحكومة ومؤسسات حتى الدراسة، لكن ده الوقت اللي الحكمة بتنادي في الخارج في الشارع تعطي صوتها، والحكمة بتقول تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب في المدينة تبذي كلامها. إن طلبتها كالفضة وبحثنا عنها كالكنوز فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. وأنا بنادي كل أمهات إنه ده الوقت اللي تطلبوا فيه الحكمة، حتى لو أعطيته كل ما ليك، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. روح الله أنا بصلي وروحك بينادي في الشارع، وإن كل من يطلبك يجدك، لأنك روح الحق، لأنك أنت اللي بتقودنا، لأنك أنت معلمنا والحياة فيك.